تعال النهاردة هعلمك حركة جميلة جدا جدا في الإكسل. لو أنت قدامك جدول بيانات زي اللي قدامك ده وعاوز تخلي أي عمود في الجدول ده يكون ترتيبه من الكبير للصغير أو من الصغير للكبير، فيلا بينا دلوقتي نعرف إزاي نعمل الخطوة دي بطريقة سهلة جدا. لو أنت عاوز تخلي عمود واحد من الجدول ده، بتيجي على العمود من فوق وبتحدد العمود اللي أنت عاوز تخليه من الكبير للصغير أو من الصغير للكبير. طيب لو انت عاوز الجدول كله، فبتحدد من خلال السهم اللي هو موجود هنا، بيحدد لك الصفحة كلها. ده لو انت عاوز تخلي الجدول كله يكون ترتيب تصاعدي أو ترتيب تنازلي. فأنا دلوقتي هنعمله على عمود واحد، فأنا هاجي هنا على العمود C وبحدد العمود بالشكل ده، فهروح على Sort and Filter، هلاقي أول اختيار هنا مكتوب Sort Smallest to Largest، يعني ترتيب من الصغير للكبير، فبضغط على أول اختيار، بعد كده بضغط على Sort، هلاقي إن هو غير لي العمود ترتيب من الصغير للكبير. يبقى دي أول خطوة معانا اللي إحنا من خلالها نقدر نخلي ترتيب العمود من الصغير للكبير. طيب لو أنا عاوز أعمل العكس، فأحدد العمود مرة تانية وأروح على Sort and Filter، بس المرة دي بختار Sort Largest to Smallest، يعني من الكبير للصغير، وبضغط عليها وبعد كده بروح اقول له sort. هنا هلاقي ان هو رتب لي من الكبير للصغير. طيب لو انا بقى عاوز ان انا اطبق الكلام ده على العمود التاني اللي هو فيه المنتجات، فانا هاجي هنا واخلي العمود ده ترتيب تصاعدي على حسب الحروف، فباجي هنا على العمود من اعلى وبحدد العمود بالشكل ده، وبروح على sort and filter وبختار sort A to Z، يعني من حرف الالف الى حرف الياء، فبضغط على أول اختيار وبعد كده بقول له sort، هلاقي إن هو هنا رتب لي ترتيب أبجدي من حرف الألف إلى حرف الياء. يبقى ده لو أنت عاوز تعمل ترتيب تصاعدي من الكبير للصغير أو من الصغير للكبير في الأرقام، أو عاوز تعمل ترتيب أبجدي للكلام اللي هو موجود قدامك. يبقى ده بالنسبة لsort and filter. هناخد حاجة تانية النهاردة. هنا مثلا لو أنت عندك كلمة زي كلمة sales اللي هي موجودة هنا، عاوز مثلا ان انت تغير الشكل بتاعها، يعني تلفها او عاوز تخليها بشكل معين، فبتحدد على الخلية بالشكل ده وبعد كده بتروح على orientation السهم اللي هو موجود هنا وبتضغط عليه بالشكل ده، وبعد كده هتبدأ ان انت تختار شكل النص اللي انت عاوزه. يعني مثلا لو انا اخترت الشكل ده هلاقي ان الكلمة بتتغير معايا، ولو اخترت الشكل ده مثلا هلاقي ان الكلمة بتتغير زي ما انتوا شايفين. تبدأ بقى ان انت تغير الكلمة بتاعتك على حسب ما انت عاوز. كده قدرت ان انا اغير شكل الكلمة اللي موجودة داخل الخلية. طيب لو انت بقى عاوز تخلي كلمة سيلز اللي هي موجودة هنا عاوز تخليها داخل الخلية التانية اللي احنا محددينها، فازاي ان انا اقدر اعمل العملية دي؟ بتروح على كلمة سيلز وبتحددها بالشكل ده، بعد كده بتحدد الخلية التانية اللي انت عاوز تخلي كلمة سيلز جواها، وبعد كده بتروح على حاجة اسمها Merge and Center وبتضغط عليها بالشكل ده، هيخلي لك الكلمة بنفس التنسيق بتاعها أصبحت داخل خليتين. يبقى احنا كده عرفنا النهاردة كام تركاية في الإكسل. دي من الحاجات المهمة جدا في الإكسل واللي انت بتستخدمها بشكل يومي في الإكسل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وانتظرونا في الحلقات اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.